ازاي تخلي شعر طفلك ناعم وطري وقوي وكمان تخليه تقيل. لو كنت نيو مامي او لو عندك اطفال وحابه تهتمي بشعرهم وللاسف فجاه لقيتي شعرهم بدا ان هو يبقى جاف او هايش او بدا ان هو يبقى خشن رغم ان هو كان حلو جدا وهو صغير، ففي مشكله حصلت في النص هي دي اللي بتبوظ معاكي شعر الطفل. فانا هقول لكم ايه هي المشكله وهقول لكم على حل المشكله وهقول لكم على روتين حلو جدا جدا لشعر الاطفال بمنتجات هتفرق جدا معاهم. فلو كنت اول مره تشوفوا القناه او لو كنت اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش انكم طبعا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده، عايزين نوصل لاكبر عدد من اللايكات، وتسيبوا لي كومنت تحت الفيديو عن اي سؤال او استفسار، سواء بقى كنتوا حاجه تخص الاطفال او حاجه تخص الكبار او اي موضوعات ثانيه عن الاطفال حابيني اتكلم فيها. يلا بينا، اهلا بيكم مره تانية، انا دكتوره منى علي. المشكله بتاعت النهارده مشكله فعلا كتير بيسالوني عليها، ليه الطفل وهو صغير بيبقى شعره حلو جدا واول ما بيبدا يكبر شويه معانا شعره بيبدا يبقى هايش وخشن وجاف ويتشابك والدنيا بتبوظ معاه. المشكله دي سببها ان الامهات بتيجي بعد فتره معينه، بعد مثلا نقول عدى سنتين اللي هي الفتره بتبقى خايفه طبعا على عينيه والكلام ده، بتجيب له حاجات رقيقه شويه، تقوم جايبه له شامبو او حاجه عادي من اللي هي بتستخدمه او بابا بيستخدمه، اي شامبو بقى موجود عندها تبدا ان هي تستخدمه لشعره. فطبعا دي مشكله كبيره جدا لان الشامبوهات دي بيكون فيها كيميكالز كتير جدا، الكيميكالز دي هي بتبوظ معانا شعر الطفل، بالاضافه ان هي بيكون فيها سلفيت، السلفيت بيجفف شعر الطفل جدا وبيخليه خشن وهايش. دي نقطة. تاني نقطة، الام طبعا بتقوم مش مستخدمة بلسم بعدها او بتستخدم اي حاجة برضو موجودة، فطبعا كل الحاجات دي ممكن تكون مؤهلة لشعرنا لكن مش بيكون مؤهلة لشعر الطفل. الطفل بيحتاج منتجات تكون اخف والطف على شعره، تفضل محافظة على شعره لفترة كبيرة جدا لحد ما يبدأ بقى ان هو يبقى اكبر شوية فيبدأ يستخدم المنتجات اللي هي بتاعت الكبار عادي عشان شعره يبقى ماشي معاها. انا النهاردة بقى هقول لكم على مجموعة منتجات، المنتجات دي من افضل تعتبر المنتجات، وهقول لكم ليه من وجهه نظري هي افضل منتجات لشعر الطفل. بدايه من عمر يوم لحد ما يبقى عنده 14 سنه هتحافظ جدا على شعره وهيفضل شعره ملمسه طري ناعم، هيتقل معانا الشعر بسبب ان احنا حافظنا على الشعرايه من غير كيميكالز، ما حطناش مواد كيماويه كتير جدا في المنتج اللي احنا بنستخدمه، فبالتالي الشعرايه هتفضل هيلثي زي ما هي. كان لازم بس نعمل زوم اوت عشان اوريكم البوكس الكبير ده، البوكس ده في اخر الفيديو هنشرح كده فيها كام حاجه كده لطيفه، بس احنا اللي يهمنا طبعا المنتجات وازاي المنتجات دي هتفيد شعر الطفل او طفلنا او ابننا وازاي هتخلي شعره يبقى انعم وصحي اكتر وقوي اكتر. المنتجات اللي هنتكلم عنها النهارده من شركه بارك فيل، شركه طبعا غنيه عن التعريف واحنا عارفين اللاينز بتاعتها سواء كان سترونج فيل وستار فيل وسيرفايف وحاجات كتير جدا، بس الشركه قررت ان هي تعمل لاين للاطفال مخصص ليهم. اللاين ده اسمه سوبر كيدز، واللي حببني فيه ان مش جاست ان اللاين فيه طبعا التركيبه الكيميائيه بتاعته مختلفه وحلوه، بس اللي حببني فيه اكتر ان هم عاملين حاجه مميزه انا صراحه ما شفتهاش في ولا منتج لشعر الاطفال موجوده في السوق، وهتعرفوها معايا وانا بشرح لكم المنتجات عشان تقدروا انكم تختاروا المنتج المناسب لشعر الطفل. بصوا بقى نفتح البوكس كده واحده واحده اهو، تمام. دي المنتجات بتاعه سوبر كيدز، طبعا بتبدا معانا من عمر يوم، حرفيا هم عملوا كل حاجه من اول يوم لحد ما يبقى عند الطفل 14 سنه. طيب اول حاجه احنا قلناها ان المنتجات ما يكونش فيها كيميكالز كتير عشان الكيميكالز دي هي بتبوظ الشعر، فاللي بيميز منتجات سوبر كيدز ان هي ما فيهاش سلفيت، ما فيهاش سيليكون، ما فيهاش بارابنز، فالمنتجات امنه جدا على الشعر وبالتالي مش هتسبب الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان الشعر ممكن ان هو يتكسر او يضعف معانا. فدي الميزه ان احنا نستخدم منتجات تكون مخصصه لشعر الاطفال. اول حاجه هم عاملينها عاملين البيبي شامبو ده، البيبي شامبو ده المفروض الشامبو ده من اول يوم، ليه؟ لان هو مميز ان هو يكون لطيف جدا على فروه الراس، خفيف مش بيسبب اي حساسيه، مش بيسبب دموع. وفي حاجه كمان مميزه على فكره في الشامبوز دي كلها ان هي البي اتش بالانس، يعني ايه؟ بيحافظ على درجه الحموضه، فبالتالي مش بيغير من طبيعه الشعر، الهيكله العامه بتاعته بتفضل زي ما هي مش بيغير من طبيعتها. فالبيبي شامبو ده لو ابنك او بنتك عندها لسه يوم فبالتالي ده اول حاجه هتجيبيها، هتستخدميه لغايه ما يبقى الطفل عنده سنتين. طبعا نو تيرز، مش بيسبب الدموع خالص، بالاضافه ان انا لسه شامه ريحته، يعني ريحته يا جماعه يعني سو كيوت اقسم بالله. انا انتوا عارفين من الفيديوهات القديمه ان انا بموت في الروائح، فريحته حلوه جدا. هم بدأوا معانا من اول خطوه لما البيبي يكون عمره يوم لحد سنتين بالبيبي شامبو. تاني حاجه بقى لما الطفل خلاص يوصل لسنتين، دي بقى بتبدا المرحله اللي الام تبدا تدخل بقى في شامبوهات عاديه تبوظ معانا شعر الطفل، فلا هنستخدم زي ما احنا شامبوهات مخصصه لشعر الاطفال. فهم عاملين الشامبو ده اسمه سوبر كيدز برضو، الكيت بقى شامبو، ده كان بيبي ده كيت شامبو، تمام. عاملين منه ثلاث روايح مختلفه، يعني ده بريحه الفراوله، تمام،
وده بريحه المانجا، وده صراحه فتحته شميته ريحته رهيبه بجد. انا حاسه ان انا هستخدم الشامبوهات دي والله يعني بجد من حلاوه ريحتها يعني. وده سوري بريحه التفاح الاخضر. طبعا شباب احنا خلاص اتفقنا عشان ما نعيدش الكلام ان كل الحاجات دي مفيش فيها كيميكالز كتير. ايه بقى الحاجه المميزه اللي انا لقيتها في الشامبوهات دي واللاين ده منزلها؟ بصوا شايفين التكت من ورا هنا بيتشال، انا اوريها لكم شباب. انتوا شايفين كده في قصه ورا كل علبه شامبو، وقصه مختلفه بتعلم الطفل قيمه مختلفه. اهي برضو تبقى واضحه اكتر. تمام، القصه دي مكتوبه بالعربي ومكتوبه بالانجليزي، فالفكره ان الطفل هيتعلم حاجه حلوه مش مجرد ان هو خلاص غسل شعره بشامبو وطلع، لا دي انا شايفه ان هي ميزه صراحه، والاطفال بتحب القصص دي جدا، بتعلمه قيم حلوه. يعني هنا القيمه اللي هنا هو قيمه المشاركه. طبعا القصه مكتوبه بالانجلش مكتوبه بالعربي بحيث على حسب الطفل، طبعا يعني هو بيتعلم وقت لغات ولا عربي ولا كده، فهم منوعين وكاتبين كل حاجه. فدي حاجه بصراحه شايفاها حلوه جدا وهتجذب الاطفال جدا ان هم اصلا يبقوا حابين يستخدموا المنتج علشان يفتحوا بعدها ويشوفوا القصه. فطبعا هو ورا كل إزازة قصة مختلفة عن التانية، أو قيمة مختلفة بتعلمها الطفل عن التانية. ده كده أول حاجة. طيب إحنا قلنا بعد الشامبو المفروض يبقى فيه بلسم، عشان البلسم برضو مهما كان الشامبو ما فيهوش كيميكالز، البلسم عبارة عن طبقة كده عازلة وحامية للشعراية. فهم الصراحة برضو وفروا النقطة دي وعملوا ده التو إن وان، اللي هو الشامبو والكونديشنر أو الشامبو والبلسم مع بعض. تمام، فدي حاجه طبعا مميزه جدا ان احنا بدل ما هنشتري منتجين هيبقى منتج واحد فيه شامبو وبلسم. المميز بقى في المنتج ده واللي يعتبر حاجه كده يعني حلوه جدا ليه، ان المنتج ده مناسب جدا للناس اللي شعرها كيرلي، لانه بيفك التشابك اللي موجود في الشعر، بيساعد الشعر ان هو يتسرح اسرع ويخلي الشعر ناعم وطري واحنا حاطينه عليه. فدي حاجه حلوه جدا جدا فيه، ده الشامبو والبلسم. فده صراحه انصح بيه جدا للناس اللي هي شعرها كيرلي او لسه شعرها بتشابك بسرعه، او الناس اللي مش عايزه تجيب شامبو بلسم منفردين فيجيبوا ده، فده هيبقى يكون كويس جدا معاهم. وبرده من عمر سنتين لحد 14 سنه. ومن ورا برده في القصه اللي احنا بنشيل الستيكر ونقرا القصه او القيمه اللي احنا بنعلمها لطفلنا من ورا الازازه اللي احنا بنستخدمها. اخر بقى حاجه عاملينها، ودي حاجه للناس اللي هي يعني ايه ما بتحبش تجيب حاجات كتير وبتحب تستخدم حاجه واحده. عارفين لما نكون رايحين المصيف او مثلا رايحين النادي عندنا سباحه او عندنا حاجه معينه، بناخد معانا الشامبو وبناخد معانا الكونديشنر وناخد معانا الشاور جيل او اللي هو سائل الاستحمام بتاعنا. هم عملوا منتج 3 في 1، ودي برده حاجه مميزه جدا، وعباره عن شامبو وبلسم وسائل استحمام، بحيث لو احنا رايحين المصيف او رايحين النادي او كده نقدر ان احنا نستخدمه في كل الحاجات اللي احنا محتاجينها من غير بقى ما كنا نسينا حاجه او في حاجه ضاعت مننا او كده. فدي برده حاجه حلوه جدا، وبرده ورا في القصه اللي احنا نقدر نقراها للطفل. فانا صراحه اللي خلاني ارشح لكم المنتجات دي واقولها لكم ان هي فعلا انا شايفه ان هما المنتجات حلوه من كل حاجه، سواء كان حاجه جديده حوار القصص ده حاجه حلوه جدا، سواء كانت المنتجات فيها اكتر من حاجه احنا نقدر نستخدمها، يعني انا هوفر حق 3 منتجات في منتج واحد، او سواء كانت المنتجات الكيميكالز اللي فيها فعلا سيف على الطفل وتحافظ على شعره. وبكده احنا نكون استخدمنا الشامبو والبلسم وحافظنا على شعر طفل. وصدقوني لو احنا ماشيين على روتين شامبو مفيهوش كيميكالز وبلسم بعدها، الشعر هيكون حلو جدا وصحي جدا بعدها. دي بقى جزء اللي حابب ان هو يتفرج اكتر عن البوكس كده سريعا هوريكم فيه حاجه. هو البوكس ده جواه يا جماعه ستوري، قصه برده بالعربي وبالانجليزي بتعلم الاطفال القيم اللي هي الكور فاليوز المفروض الطفل يتعلمها، اللاف والشيرنج واتنين كمان والديفلوبمنت. فهو القصص دي بتعلم الاطفال شويه قيم حلوه جدا، ان هو المفروض يحترم الاخرين، ان هو المفروض يشارك حاجته مع غيره، ازاي يطور من نفسه. فانا شايفه الصراحه ان القصه دي كيوت جدا برده، وفي حاطين برده معاها الوان بحيث ان الطفل برده هو قاعد يفضل يلون الالوان جوه. في حاجه حلوه في البوكس تعالوا اوريها لكم. خلاص احنا كده يعني ايه شايفين عاملين وايت بورد وحاطين قلم الوايت بورد بحيث ان الطفل يبقى ده سبورته يشخبط فيها بدل ما يشخبط على الحيطه. وفي كل ركن بقى في البوكس عاملين ان احنا هنا لاف، فيحط صورته مع حد بيحبه سواء بقى من العيله او صحابه او بيست فريند او وات ايفر. عاملين هنا ان هو يعمل شيرنج، يحط صوره مع الناس او صحابه اللي هم بيحبهم في المدرسه، فيتعلم ان هو يشارك حاجته يتصور معاهم لو في صوره او ذكرى معينه علقها. وهنا هو برده في اللي هو الليرنينج
ان هو يحط السكول فوتو بتاعته، ان صورته اللي هو صوره في المدرسه مثلا، في صوره بتبقى جماعيه كده في المدرسه. فالبوكس ده الصراحه انا شايفاه برده حاجه كده كيوت، ودي حاجه بس انا حبيت اشرحها كده في الاخر عشان الناس لو حابه تعرف البوكس الكبير ده هو ليه كبير كده. ده كده كان فيديو النهارده اتكلمنا فيه عن ازاي ان احنا نتعامل مع شعر طفل، ورشحت لكم بعض المنتجات اللي هتفيد شعر طفلكم. فلو في اي سؤال او استفسار سيبوه لي تحت في الكومنتات. بس كده، باي باي.